للمرة الثانية بتثير النجمة أصالة غضب واستياء جمهورها منها بسبب ملابسها، فبعد موجة الغضب اللي حصلت بسبب الصورة اللي نشرتها بملابس السباحة واللي حذفتها بناء على طلب جمهورها، رجعت موجة غضب جديدة من جمهورها بسبب صورة جديدة اتنشرت بشكل كبير جدا على مواقع السوشيال ميديا. وأصالة كانت طالعة في الصورة لابسة شورت قصير ومعاها في الصورة بنتها هشام وزوجها المخرج طارق العريان وكمان الفنان أحمد عز، وهم كانوا جميعا في أجازة في الساحل الشمالي. جمهور أصالة طلبوا منها إنها تراعي عمرها ومكانتها عندهم.